معكم سفيان المعروف بون ميتر بون شيان كي دي توجور وي سا سي بيان جو سوي ان باسيوني ديال لي شيان اي اون ميم طون ان دريسور كندير دي فيديو سور يوتيوب باش كنحاول نبدل بزاف ديال الافكار الخاطئه اللي عند بزاف ديال الناس حول هذا الحيوان الجميل اللي كيعبر على الوفاء على الاخلاص على الاخلاق على بزاف ديال الحوايج زوينين. دونك في الفيديوهات ديالي كنعلم الناس باش كيفاش يربيو الكلاب ديالهم باش ما يعضوش لهم الناس في الزنقه الى اخره، حيت كيبقى فيا الحال ملي كنسمع مثلا شي كلب عض شي واحد في الزنقه، الا شي كلب عض شي واحد ما عمرو الغلط ما كيكون من داك الكلب، تيكون من مولاه، حيت مولاه اللي ما رباش واحد التربيه حسنه، حيت الكلب بحالو بحال بنادم، الا ربيتيه مزيان ما غيعضش لك شي واحد وما غيديرش لك شي حاجه خايبه. باغ كونطخ حتى بنادم كذلك ومثال، الا ما ربيتيش ولدك مزيان وما ربيتيش شي واحد مزيان اوتوماتيكمون غيولي مجرم. دونك خاصنا غير ربيهم مزيان ونتهلاو فيهم ونعيشوا معاهم مزيان، ما يادوش ادب الكلب هذا، ما يادي حتى واحد، هذا كيعيش معنا في الدار كيخرج ما كيادي حتى واحد. بالنسبه لهاد الفصيله اللي عندنا هنا هي فصيله ديال البيرجي بلج مالينوا. هاد المالينوا معروف بالذكاء ديالو بالسرعه ديالو، سي ان شيان دو غارد مزيان العسا يعسلك في الدار وداكشي، ذكي بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، غير هو تو سامبل هما كنبقى ديما نرجع هي التربيه، خاصنا نربيو هاد الحيوان مزيان حيت هو واحد الحيوان اللي اكتيف بزاف كيتحرك بزاف كيبغي يعض بزاف، دونك خاصنا نعطيه واحد التربيه حسنه. هاد الكليبي كتشوفوا معنا العمر ديالو 6 سنوات كيلعب مع الدراري الصغار ما كيادي حتى شي واحد حتى شي واحد وكيقدر يدافع على مولاه. بالنسبه للدريساج اللي شفتوا معنا قبيله اللي الكليب دافع على ديك البنيته، هذاك الشيء كله كيدخل في الدريساج وفي التربيه. انا اللي كنعلم اي كلب على داك الشيء، يقدر مثلا الكلب يقدر يكون مثلا عنيف ولا شي حاجه، كنحاول نعالج الكلب على اي حاجه اي مشكله عنده، وانا اللي كنربيه على داك الشيء. الكلب ملي كيتزاد كيتزاد بحال بنادم صفحه بيضاء ما تعرف حتى شي حاجه، حنا اللي كنعلموه الادب، حنا اللي كنعلموه يحضي الدار، حنا اللي كنعلموه يدافع على مولاه، حنا اللي كنعلموه كل شيء. بالحكم على انني كندير فيديوهات على اليوتيوب كيجيو عندي بزاف ديال الناس مثلا كيكون مثلا تيخافوا على ولادهم، تيقول لك مثلا ولدي كيخرج للزنقه كنخاف عليه بالليل يكون خارج بوحدو يتعرض للسرقه ولا مثلا الاغتصاب ولا اي حاجه بحال هكا. دونك كنحاول نربي الكلب باش يدافع على مولاه ماشي باش يتعدى على الناس، حيت كاين فرق بين كلب يدافع عليك ويتعدى على الناس. حنا كنربيو الكلب باش اللي جاي يقدر يقيسو ما كاينش المشكل يلعب مع اي واحد، ولكن كيكون الخطر مثلا جا شي واحد خطر بغى يجريسيني بغى يغتصبني بغى يدير ليا شي بغى يتعدى عليا، كندريسي الكلب باش يدافع عليك. نعم مزيان اللي جبتي هذه النقطه، بزاف ديال الناس كي تيقول لك بلي انا دريسور ملي كتجي تشوف خدمته كتلقى ما كيدريسيش الكلب، بالعكس مثلا كتجيبوا ليه باش مثلا يدافع على مولاه كتلقى كيردوا ليه عنيف، كيكون درويش الكلب كيولي عنيف تيولي باغي يعض اي واحد، هذا ما عنده حتى علاقه بالدريساج. وهاد الناس مالوغوزمون كيوسخوا هاد الصوره ديال الدريساج وديال هاد الدومين مالوغوزمون، وهذا الشيء علاش انا كنحاول ما قدر المستطاع انني في الفيديوهات ديالي نبدل هاد ليماج، نعطي واحد ليماج زوينه على الدريسور باللي يقدر يكون نقي وقاري ونبدلوا هاد ليماج. والدريساج ماشي هو كطرد الكلب عنيف يعض لك اي واحد، لا، حتى كتعطي داك لوغدغ مثلا جاي الخطر كتقول لي اتاك يدافع لك، كتقول لي لاش خاصو يطلق صافي ما خاصو يؤدي حتى شي واحد، يعني كلشي سور كوموند. كلمه اخيره للناس اللي كيتفرجوا فينا وكنشكروا بعدا كاينه شوف تيفي، كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيتبعوا بون ميتر بون شيان، كنشكركم بزاف وتحياتي من هنا، وكان معكم بون ميتر بون شيان كي تي توجور وي.